الملكي في هذا الأثناء. نشوفوا الإعادة، كرة كانت أمامية، لاحظوا من الجهة اليمنى الخالقي بالراس، ومحاولة أو تمريرة كانت بطريقة جيدة من عبد السلام بن جلون للنغمي اللي سدد كرة في شباك الحارس، يرجع في النتيجة هنا راسية. التعادل عن طريق عبد الغني معاوي، طريقة جميلة. نشوفوا الإعادة، لاحظوا عرضية الكرة والرأسية بطريقة جميلة من اللاعب السابق الوداد عبد الغني معاوي الذي يسجل هدف يساوي